ومعنا للحديث عن أوضاع النازحين في العراق والمنح المالية التي وزعتها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى في الموصل، معنا من هناك المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله سيدي الكريم، وحيا الله قناة الرافدين وكادرها ومشاهديها الكرام. أهلا بكم دكتور. هل وضعتنا بداية في تفاصيل هذه الحملة الجديدة في مخيم حسن شام الثالث؟ هذه الحملة هي الحملة الجديدة الثالثة التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين بتوزيع المنح المالية على العائلات النازحة والمهجرة من الموصل وكذلك من محافظات أخرى في مخيم حسن شام الثالث في قرية سيف دينان البعيدة جدا عن طرق المواصلات، وهي تقع بمنطقة الخازر شرق الموصل في محافظة نينوى. هذه الحملة شملت البقية المتبقية من العائلات النازحة في هذا المخيم، حيث تقدمت وسبقت حملتان شملت الجزء من العائلات في هذا المخيم نتيجة لازدياد العدد الكبير للعائلات العائدة للمخيمات لعدم لوجود يعني ظروف سيئة في المعيشة وكذلك عدم وجود استقرار أمني في مناطقها، ولذلك هي تلجأ لهذه المخيمات. نعم. تم توزيع 500 منحة مالية على العائلات النازحة في هذا المخيم، وبهذه الحملة نكون قد شملنا جميع العائلات في هذا المخيم بعد فترة أسابيع من التوزيع، وتأخير جاء نتيجة لازدياد الأعداد الكبيرة من العائلات التي عادت من مناطقها بعد الظروف المعيشية الصعبة وكذلك عدم الاستقرار الأمني، ولذلك ازدادت هذه الأعداد الكبيرة في هذه المخيمات. نعم دكتور، ماذا عن أوضاع اللاجئين وأنتم على صلة دائمة مع اللاجئين في مختلف المخيمات وتقدمون لهم المعونة جزاكم الله خيرا، لكن هناك إغراق من الوعود الانتخابية الكبيرة بإنهاء أزماتهم وما إلى ذلك، في ظل هذه الوعود كيف وجدتم أحوال النازحين؟ أحوال النازحين في معاناة كبيرة جدا، وهي تتفاقم يعني يوما بعد يوم مع كذلك مع العزوف الكثير من المنظمات، وكذلك بعد يعني يأسهم من الوعود التي سمعوها من الكثير من السياسيين الذين وعدوا بعودتهم وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطق جرف الصخر وإلى يثرب وإلى الصينية وإلى عزيز بلد وإلى كثير من المناطق، عشرات المناطق ما زال أهلها ممنوعون من العودة إليها، وجاء كثير من المرشحين لهم وهم يعدوهم بذلك، لكن حقيقة هم لا يصدقون بهذه الوعود نتيجة للظرف الذي السنوات التي عانوا منها طيلة هذه الفترة، ولذلك هم حقيقة معاناتهم تزداد مع الأكاذيب التي. وهنا نتساءل دكتور لضيق الوقت، نتساءل عن أهمية استمرار هذه الحملات والمعاونات التي تصلهم في هذه الأوقات الصعبة. نعم، هذه الظروف التي تأتي مع اشتداد الظروف المعيشية في المخيمات في البرد الشديد وكذلك الحرارة الشديدة في الصيف وفي الشتاء، هذه تخفف عنهم بشكل كبير جدا. هي الجهات المسؤولة عزفت عن تقديم الكثير من المعونات لهم، لكن هم ينتظرون من المنظمات الشيء الكثير، وتأتي حملات منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين لتخفف عن النازحين، وقد استقبلوها يعني بفرح شديد وقد أثنوا على هذه الحملات، لأن منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين استمرت وتواصلت في حملاتها لإغاثة النازحين. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى.